فضيلة الشيخ سامي أبو المنى رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وأمين عام مدارس العرفان التوحيدية، مساء الخير فضيلة الشيخ. بدي أعرف منك فضيلة الشيخ، أين الحد الفاصل بين التقمص، شخص يقول أنه عن التقمص، أو هلوسات وبعض الاضطرابات النفسية؟ يعني لنفهم الموضوع في البداية، نعم، لابد من تعريف التقمص. تفضل. يعني مفهوم وفلسفة التقمص. يعني هناك من يقول بالتقمص أو بعودة الحياة كما سميتوه بالإعلان. الأديان كلها تكلمت عن خلود الروح، أن الروح خالدة والجسد يفنى، وهذا شيء منطقي وواضح ومعروف بكل الأديان، أن الإنسان مكون من روح ومن جسد. الروح هو الجوهر، الروح هي الجوهر، هو الخالدة، والجسد هو الآلة وهو الحقل الذي من خلاله الروح تظهر ويكون هذا الإنسان. الأديان إذن كلها قالت، والفلسفات والعلوم تقول بأن الروح خالدة. وهناك حديث كثير عن موضوع عودة الروح، الفلاسفة القدامى تكلموا عن الموضوع، الأديان في كثير حضارات تكلمت عن هذا الموضوع، يعني الفراعنة. هناك إشارات في الأديان، في القرآن الكريم، في الإنجيل، في التوراة، في الأديان الأخرى، هناك إشارات تدل على أن هناك سر معين. نعم، ولكن يعني الإسلام المسيحي عنده موقف يعني طبعًا واضح طبعًا تجاه طبعًا الموضوع. طبعًا. ونحن نحن مذهب من المذاهب الإسلامية ولا صحيح. نخرج بتاتًا، وهذا يجب أن يكون مفهوم من بداية الحلقة أو من بداية الحديث، وللأخوة الذين جاءوا من سوريا أو من لبنان من مناطق مختلفة. ليتكلموا عن هذا الموضوع، أن مذهبنا إسلامي ولا نتعارض مع العقيدة الأساسية التي تقول بالبعث، لأن الروح خالدة نعم، تبعث الروح من جديد، وسيتذكر الإنسان كل ما قام به، كل من عمل مثقال ذرة من خير سيتذكرها وستعود عليه بالخير، وكل من عمل مثقال ذرة من شر سيتذكرها وستعود إليه. إذا هناك قوة ستعود إلى الإنسان، ستعود إلى الإنسان لتذكره بكل ما قام به، ولو كان هذا الشيء من ملايين السنين ومن مئات السنين. هون السؤال فضيلة الشيخ، بعد قديه من الوفاة تنتقل الروح إلى جسد آخر وفق يعني مفهوم التقمص؟ يعني إذا أردت أن أتكلم عن مفهوم التقمص كما نسمعه وكما يعني ينتشر في المجتمعات، وربما في مجتمع الموحدين الدروز نعم. ينتشر أكثر من صحيح. غيره. عم ركز على هذا. طبعا، لأن هناك في مجتمعات في الغرب وفي الدول الآسيوية وفي نعم بلاد كثيرة يتكلمون عن هذا الموضوع بمظاهر مختلفة. نعم، بيحكوا عن التناسخ وإلى آخره، هذا مش موضوعنا. عم نركز التناسخ، النسخ والفسخ والرسخ نعم. والمسخ. يعني بعد قديه من الوفاة الشخص ما يتكلم عنه في المجتمع المحيط بنا، أن هناك انتقال للروح فور الوفاة، فور الوفاة. جسد إلى جسد آخر، هذا انتقال فوري من رجل إلى هكذا رجل، هكذا يقولون. نعم، وأكرر مع كل كلمة أن هذا ليس معتقدا دينيا شرعيا مناقضا للعقائد الدينية. نعم، يجب أن يفهم هذا الأمر، يبقى مجرد ظاهرة فكرة. يعني التقمص ظاهرة أو عقيدة؟ ظاهرة. هو فكرة فلسفية وفكرة علمية، الإنسان له عقل وهذا العقل قابل بأن يفكر بالأمور وأن يبحث عن ذاته. هذا البحث عن الذات يقود الإنسان، وقاد الفلاسفة اليونانيين وغيرهم، وهنا تأثر الإسلام بالفلسفة. يعني هون فضيلة الشيخ، إذا بدي أرجع على الموضوع اللي حكينا فيه قبل شوي، التقمص بصير من رجل إلى رجل، من امرأة إلى امرأة، من شخص من موحدين الدروز إلى شخص من موحدين الدروز. يعني كل هذه التفاصيل، نعم، كل هذه التفاصيل يعني يمكن أن تأخذها من المجتمع. يعني عندما يفكرون بالانتقال من رجل إلى رجل، وعندما يفكرون بالانتقال من يعني امرأة إلى امرأة، يعني هذه تأخذها. هل يمكن التحكم بوجهة الروح؟ بوجهة طبعاً الروح. الروح في النهاية يجب أن نفهم مبدأ أساسيا. نعم. أن الروح من بتصرف الله رب العالمين وليس بتصرف الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحيانا نعتبر أنفسنا أننا نعرف كل شيء. الإنسان خلق لغاية، والإنسان كونه أشرف المخلوقات فعليه واجب معرفة ذاته. معرفة ذاته لا تكون بالبحث عن استحضار حيوات سابقة أو استباق حيوات لاحقة، تكون بالبحث عن ذاته في حياته التي يعيشها. وإحدى الـ يعني في ناس من الشهادات، في ناس يعني تكلموا عن المصالحة مع الذات. المصالحة مع الذات، المصالحة مع الذات هو أهم شيء يجب أن نركز عليه في هذا الموضوع. إذا بنحكي فضيلة الشيخ، ارجع على موضوع حكينا فيه أيضا بالحلقة عن موضوع النطق، يعني متى يتجلى النطق؟ عن مين؟ عند الأولاد؟ كل شخص متقمص لازم ينطق أم لا؟ أم طريقة الوفاة بتلعب دور والعزبات قبل الوفاة بتلعب دور؟ يعني سمعنا عن يعني شادي وكريستي، سمعنا بعض الناس عم بيحكوا عن النطق، شو النطق تحديدا؟ يعني ربما تستضيف في مره بتشرف علماء نفس او علماء نعم. فلسفه او علماء يعني بيحللوا هذه الظاهره. انا اتكلم عن الدين واتكلم عن ظاهره اجتماعيه موجوده، ما نسمعه هو نطق في الطفوله ونطق نتيجه حوادث قتل او حوادث مفاجئه، ولكنها تبقى ضمن تخيلات وضمن رؤى. وهل ندري ماذا يدخل على عقل الإنسان وعلى فكر الإنسان، ومن أين تأتي هذه الرؤية أو هذه الفكرة أو هذا المشهد؟ لماذا نربطها فورا بموضوع جيل سابق وجيل لاحق؟ يعني فلنعتمد على قاعدة معينة، أن الله أعلم. حتى كل من يتكلم في مجتمعنا، وأسمع الكثير من يتكلمون، في النهاية يقولون والله أعلم. إذن هذا الأمر ليس يعني محسوما بشكل نهائي وقاطع. نعم. وطبعا الشيخ يعني الذي تكلم في الريبورتاج، نعم، تكلم الشيخ عن ظواهر يتم تفسيرها في المجتمع. نعم. هذه ظواهر يتم تفسيرها، هو لا يتكلم عن موقف ديني نهائي في الموضوع، هو يتكلم عن ظواهر يتم تفسيرها في المجتمع لتؤكد على عظمة الخالق. يعني بس المنطلق أننا يجب أن نؤكد على عظمة فضيلة الخالق وأن له أسرار في خلقه. فضيلة الشيخ، قلت كلام يعني صراحة كانوا كلمات بالنسبة إلي، يعني قلت تخيلات، استعملت كلمة تخيلات، رؤى، هلوسات، ظاهرة مش عقيدة. نعم هذا يعني هذا هو الموقف الديني الشرعي. إذا يعني شو بفهم من هالكلام؟ شو بفهم من هالتعابير اللي حضرتك استعملتها هلا؟ يعني برجع بقول تخيلات، رؤى، هلوسات، ظاهرة، نعم، مش عقيدة، شو خلاصة هالتعابير اللي حضرتك استعملتها فضيلة الشيخ؟ الخلاصة أننا يجب أن لا ننجر أمام عواطفنا في مثل هذا الموضوع. وإذا أردت أن أهرب من حياتي لأفتش عن حياة سابقة أو عن حياة أخرى، يعني الأفضل أن أعود إلى مصالحة مع الذات. مع الذات. يعني أن أقوم بواجبي في حياتي هذه التي أعيشها، أن أعيش الحاضر، أن أعيش واجبي بهذا الحاضر، أن أعرف ما هو المطلوب مني لأحقق إنسانيتي. هل أستطيع أن يعني أحقق إنسانيتي بأن أعيش عبثيا؟ يجب أن أفكر بأن هناك حساب، هناك ثواب وهناك عقاب. نحن نؤمن بالبعث، نؤمن بالعقاب والحساب، بيوم الحساب، بالجزاء. إذا يجب أن يفكر أي حياة الإنسان تحاسب عند الإنسان ساعتها؟ أي حياة من حيواته السابقة؟ يجب أن يفكر الإنسان بيومه الذي يعيش فيه، بحاضره. بحاضره. هو يحاسب عن حاضره في كل لحظة. نعم. فضيلة الشيخ، عن كل ما يقوم به، عن كل ضرر عمل يقوم به. سؤال أخير فضيلة الشيخ، الحد الفاصل بين التقمص والهلوسات والرؤى مثل ما حضرتك قلت، والاضطرابات النفسية فضيلة الشيخ. يعني أنا لا أفسرها كلها بأنها هلوسات. لا، عم بحكي بشكل يعني عام. أنا أحترم من شاهد، لأنه هو يعيش هذه الحالة ربما. لا. يعني عندما يتدخل. أنا عم بحكي بشكل عام، مش عم بحكي عن الشهادات اللي كانوا موجودة. بشكل عام، بشكل عام يجب يعني أن يدرك الإنسان، يدرك الإنسان أن هناك غاية من وجوده، وأنه عليه أن يقوم بتحقيق الغاية من وجوده كإنسان، كأشرف خليقة الله. أنما أمر الروح فيجب أن ترجع إلى الله رب العالمين، إلى الله رب العالمين. الله مصير الروح مرتبط بالله. أما أن يعني نأخذ على عاتقنا تفسير هذا الموضوع بشكل قاطع، ونحدد مصير الروح وأين حلت الروح
وأين انتقلت الروح، فهذا موضوع أنا أعتقد أنه نوع من فلسفة الأمور. نعم. فيه نوع من التهرب من المسؤولية تجاه الواجب الذي يجب أن أقوم به كإنسان. إنما هذه القناعة لدى الكثيرين من أبناء المجتمع أعطت نوعا من الإطمئنان، أعطت نوعا من الإطمئنان والاستقرار بأن الحياة خالدة والروح تعود، الروح خالدة والروح تعود، فإذا أعطت إطمئنان للإنسان وكأنه ليس عبثيا ولن يذهب إلى سراب. هناك تفسيرات في الأديان كثير عن مصير الروح، منهم من يقول أنها تنزل إلى بئر الأرواح. نعم، هذا يعني هذا حديث ثاني. من يقول أنها تذهب إلى نعم. إلى السماوات. هناك تفسير هذا حديث ثاني، رح نحاول نعمل طاولة دائرة مستديرة وطاولة نقاش حول هذا الموضوع.